لم يكن طريق العمال معبداً بالورود تاريخياً، بل بالدم والعرق. بعد تخلص البشرية من العبودية، ظلت آثارها حاضرة على جبين العمال، فكان عليهم أن يخوضوا كفاحاً طويلاً ليكون لهم حقوق. مظاهرات عيد العمال ارتبطت بشكل وثيق بالنضال من أجل تحديد أوقات العمل بثماني ساعات يومياً. في الرابع من مايو 1886، قدم ممثلو العمال في شيكاغو بالولايات المتحدة مطالب بتحديد ساعات العمل بثمانية. وفي ذلك اليوم ألقيت قنبلة على الشرطة ففتحت النار على المتظاهرين، وانتهى الأمر باعتقال عدد من قيادات العمال وإعدام بعضهم. وفي يوليو 1889 في باريس، قدم زعيم النقابة الاشتراكي الفرنسي ريمون لافين اقتراحاً بتنظيم مظاهرة دولية لمدة 8 ساعات في اليوم. جاب الاقتراح العالم ووصل إلى ستوكهولم. في 1 مايو 1890 تجمع حوالي 30,000 شخص في السيرك الذي كان يقع في كولافان، وصار إلى هاك بيري حيث كان هناك 20,000 شخص آخرين ينتظرون. هناك استمع حوالي 50,000 شخص إلى الخطابات، وتم تمرير قرار من قبل الحشد للمطالبة بثماني ساعات عمل في اليوم. اليوم وبعد 133 عاماً على عيد العمال، لا يساوم العمال حقهم في الدوام 8 ساعات يومياً، غير أن بعضهم تجبره الظروف أو عدم المعرفة على الخضوع لاستغلال يسلبه كثيراً من حقوقه. هل يحصل العاملون المهاجرون في السويد على حقوقهم؟ وما أهمية النقابات العمالية بالنسبة لهم؟ وكيف يحتفلون بيومهم؟ الكومبس سألت بعضهم فكانت هذه الإجابات. بيحكوا كتير عن موضوع حقوق العمال هون بالسويد، هل بتشوف إنه العمال بالسويد بينالوا على حقوقهم؟ بصراحة في قسم بيناله في قسم ما بيناله. قصة الموضوع انه نحن بنحكي على الشركات السويدية والشركات العربية، القسم الاكبر من الشركات العربية انه الاغلب ما بياخدوا حقوقهم وهيك، انه كسمستر كرواتب عالية او هيك، بس انه القسم الثاني يعني الحمد لله انه عم ياخدوا ومرتاحين بشغل. انا هون صار لي 8 سنوات بشغل والحمد لله كتير مرتاح واخذ حقوقي كامله. حيكون عندك شغل بيوم عيد العمال التنين؟ اكيد راح نشتغل، لانه هون بشيستا جاليريا ما بنسكر غير 3 ايام بالسنه، مضطرين انه راح نشتغل. آخر سؤال، بكل الأعياد والمناسبات بيكون في هدايا، رح تحاول هيك تكافئ نفسك يعني، أو أنت عادة بتكافئ نفسك كعامل؟ أكيد الواحد لازم يكافئ نفسه، لازم يحب نفسه أكثر، لأنه الواحد عم يتعب وعم يشقى بهالبلد لحتى ينال، والواحد لازم يكافئ نفسه كطلعة سمستر بيروح بيشتري هدية لحاله، لازم هيك الواحد بيساوي. برأيك مهم إنه العامل يكون عنده ميدلم سكوب بنقابة عمالية ولا ما ضروري؟ شو برأيك؟ بصراحة من جهة النقابة العمالية في قسم مسجلين وما عم ينالوا حقوقهم، يعني أنا سمعت أكثر من واحد بيطلبوا منهم أكثر من شغلة ويعني مثل شغلات تعجيزية، من هيك إنه في منهم بينالوا حقوقهم وفي منهم إنه عادي. يعني انا ماني مسجل انا ما بس مسجل بالاكاسا. بيحكوا كثير عن حقوق العامل السويدي اليوم، بتشوف انت انه العمال عندهم حقوق هون؟ هلا بتلاقي انه في ايام بيكون في حقوق عندنا وايام ما بيكون، حسب الخيف حسب صاحب المطعم اللي بده يكون الخيف ومسؤول عن المطعم انه عم يعطي العامل حقوقه ولا لا. اما كان احنا هلا هون انا اشتغلت في اماكن ما اعطوني حقوقي وفي اماكن اعطوني حقوقي كشخص يعني كعامل، فيعني كهونا اخذت حقوقي. يعني قصدك على حسب رب العمل؟ على حسب رب العمل نعم. في كمان بيقولوا انه على حسب اذا انت كنت مسجل بنقابه عماليه مثلا. لا انا عقدي هنا حسب العقد وحسب شو اسمه، انا عقدي هنا نستارت يوب
ويعني كل حقوقي كامله هنا ودواماتي وساعاتي وش اسمه. اما كسويديين وكش اسمه ما يعني ما اشتغلت يعني كفتره بعيده يعني مع السويديين، لا ما يعني اشتغلت اغلب شغلي كان مع العرب. برايك النقابه العماليه بتعطي حقوق، بتحفظ حقوق العامل؟ هلا انا يعني كان عندي سمعت عنها شوي انه كحقوق، اول ما اجيت لهون كان في دوره مده عن التعرف على المجتمع هنا، خبرونا عنها هي انه اذا صار خلاف بينك وبين رب العمل انه هي بترجع لك حقوقك او شو الحقوق اللي لك بترجع لك اياها. بس يعني انا هلا مو مسجل فيها، بس عندي هالفكره عنها، بس انه هاي الفكره انه بترجع لك حقوقك هي نقابه العمل. حتكافئ حالك بعيد العمال؟ اكيد. كيف؟ ما بعرف. بس تتعب من الشغل عادة شو بتعمل؟ بناخذ بريك يعني، بس شو اسمه استراحة يعني بريك. هاي اكيد باي شو اسمه يعني اقل حقوقنا هاي راح تكون كعمال، نحن انه ناخذ استراحة. بيحكوا كتير عن حقوق العمال بالسويد، برأيك في حقوق للعاملين بالسويد؟ اي طبعا، لكن اكيد في حقوق. شو هن الحقوق؟ فينا نسجل احنا بالضمان الاجتماعي، الاكاسا، في الفاكيت، في كثير. انا من واحد من الناس ما كنت بعرف انه في الفاكيت، صاحب العمل هون هو اللي خبرني عليها واللي بسجل فيها، هي تدفع زياده على الاكاسا. طب برايك هالشيء مهم يعني لينحفظ حقه للعامل؟ اكيد لازم ينحفظ حق العامل وحق رب العمل، لانه كمان في عمال بنفس الوقت بتجز عن الطريق، يعني بتغلط بصاحب المطعم وبتطلع في لها جهه تدفع لها. وبنفس الوقت قلنا نحن كمان في معلمين صحابين عمل بدهم يستعبدوا العامل، يعني في من الطرفين. بس هون الحمد لله نحن مبسوطين كثير يعني. طيب كعمال رح تكافئوا انفسكم؟ ايه طبعا. لكان كيف؟ كثير شغلات بعطل انا وقت اللي بدي، لو انا بدي اعطل معطل بكره وشغال بعطل على كيفي. طيب بالعاده رب العمل بيقدم لك هديه بعيد العامل؟ هلا بامانه، بامانه والله مسلمني سياره رب العمل، مسلمني سياره بروح فيها على بيتي وبرجع. في اكثر من هيك هديه مالي عنده؟ انا مالي ضربت لازمي عليه. وغير رب العمل بالبيت زوجتي مثلا عيد العمال، يعني في اكيد هيك في